سهام الهلال من خرجت بشيء يستحق الذكر من ظهور المغاربة الهزيل في رابع أيام بطولة العالم. بلغت نهائي 1500 متر عدوا رغم حلولها سابعة في السلسلة الأولى، مستفيدة من توقيتها الجيد بأربع دقائق خمس ثوان واثنين وثلاثين جزءا. زميلتها رباب عرافي وابتسام الخواض فشلتا في تحقيق الإنجاز ذاته لتغادر المسابقة من نصف النهائي. خلال الفترة الصباحية توقفت مغامرة عدائي 5000 متر في نصف النهائي. الحديث هنا عن كل من عزيز حبابي وعثمان قمري. الحبابي حل في المركز 13 خلال السلسلة التصفوية الأولى، فيما ظهر قمري بوجه أفضل لكنه لم يتمكن من تحقيق أفضل من مركز سابع خلال السلسلة الثانية. نتيجة لم تكن كافية ليبلغ المشهد الختامي. في أبرز نتائج اليوم ارتقت روسيا إلى الوصافة بفضل ذهبيتين إضافيتين إحداهما للحسناء يلينا إسمبايفا عن سن 31. استعادت حاملة الرقم القياسي لقبها العالمي في القفز بالزانة، وهو الثالث لها والأول منذ مونديال دايجو 2007. إثيوبيا أضافت ذهبية أخرى إلى رصيدها وهي الثانية بفضل عدائها الشاب محمد أمان. هذا الأخير فجر المفاجأة وحل أولا في سباق 800 متر بتوقيت دقيقة واحدة 43 ثانية و31 جزءا.